من أنا؟ من هو والدي؟ من هي والدتي؟ أقاربي؟ لماذا ينظر إلي المجتمع بازدراء؟ أسئلة يرددها أي مجهول للنسب في الأردن. عن هذا الأمر ستكون حكايتي هذه المرة. لنبدأ. كان من الصعب جداً أن نخوض في قضية مجهولون نسب في الأردن، خاصة وأننا في مجتمع لا يقر بسهولة بوجود هذه المشكلة مقارنة بتونس والمغرب. ساعدني بعض الزملاء في التعرف على علاء الذي يعتبر من النشطاء في تعريف مجتمعه على هذه القضية الصعبة وفي الحصول على المزيد من حقوقهم وحقوقه، على اعتبار أنه لا يزال حتى اللحظة متأثراً من عدم معرفته بأبيه وأمه. ومشكلتهم بشكل عام طلاب المجهولين النسب هم أغلبهم من أبناء البلد هذا، إنهم بيطلعوا من المركز من بعد 18 للشارع على طول، لا وظيفة ولا تأمين صحي ولا مسكن ولا إشي، بغض النظر إذا كان بنت ولا إن كان شاب. طبعاً وأعدادهم كل سنة قاعدين بتخرجوا أكثر من 225 واحد، من ضمنهم بيكون مجهولين النسب حوالي ما يقارب 135، هاي إحصائية عن دقيقة 100%. ما في اهتمام، ما في رعاية لاحقة من الوزارة، من الدولة، ما في رقابة علينا، يعني ما في إشي. ومن العام إلى الخاص تعرفت إلى المشاكل التي يعاني منها علاء. أنا دخلت مراكز التنمية وأنا عمري شهرين، وتخرجت منها على 18 سنة تسلسل في جميع أنحاء المملكة في كل مراكز الأيتام. بعد ما تخرجنا وعينا عرفنا إنه نحن ولا إشي، يعني أنا ولا يعني كنا بالمركز نأكل ونشرب وننام، ولما طلعنا برا على الحياة لقينا إنه الحياة غابة. نظرة المجتمع إنا بشكل عام هي نظرة، وسامحني بهذا اللفظ، نظرة حقيرة، أو النظرة الثانية هي نظرة الشفقة، إني أنا مثلاً شفقان عليك أو إشي. من المستحيل على مجهول النسب الزواج من فتاة تنتمي إلى فئة اجتماعية مغايرة لفئات مجهولي النسب الذين نتحدث عنهم، فكيف استطاع على ذلك؟ طبعاً ابن مؤسسات ما في أي عائلة تعطيه، اضطريت إني أنا أحكي أنا يتيم وتزوجت من عائلة وأنجبت طفل، وبعد ما أنجبت الطفل عرفوا إني أنا كنت ابن مؤسسات، وعلى أثرها صار في خلاف وصار في كلام جارح إلي من قبل أهلها للبنت، والأمور ما توفقت وراحت هي في حال سبيلها. والله أنا ما زعلت، أنا كنت عارف زي هيك، بس أنا طلعت على 18 للشارع، كنت حاب اني اقعد ببيت، كنت حاب اني اعمل اسره، كنت حاب اني اعيش زي غيري. بس كانك خدعتهم يعني. والله خدعتهم هي ممكن او مش ممكن، هي اكيده، بس ايش في بايدي غير هيك؟ يعني اذا ما خدعتهم اكيد انا راح الجا للشارع، او راح اصير صاحب اسباقيات، او راح اصير صاحب إشي، فتوقعت انه هذا هو الحل الانسب. ولدت ولم تعرف للحظه الحنان، ولدت دون أن تعرف من هو والدها، تبحث عنهما باستمرار دون جدوى. اتفقنا علاء وأنا على الذهاب إلى منزل إحدى زميلاته من مجهولي النسب، وقد حدثني أنها قليلة الكلام،
وتعيش ظروفا صعبة للغاية، خاصة بعد تعرض زوجها لحادث اضطره للزوم المنزل في هذا الكرسي. تيما، احكي لي امتى عرفتي انه انت مجهولة النسب؟ وانا صغيرة، يعني لما كبرت صار عمري 12-13 صغير. طب قبلها ما كنت تسألي وين الماما؟ ما كانوا يحكوا لنا، حتى نكونوا نحكي لهم خلينا نقرأ على ملفاتنا عن أهلنا وزي هيك ما كانوا يخلونا. مين هما؟ كنا نسأل وين ما كنا بأي مركز نسأل على ملفاتنا، ما بعطونا أيام نقرأهم. طب ليش ما يعني ليش بيخفونا عنكم؟ والله ما أعرف. يعني أنت لهلا ما بتعرفي مين أمك ومين أبوك؟ بضلني هيك أسأل، إنه يعني حابة أشوف أمي وأبوي وأعرف وين هم وين أنا من وين جاي وزي هيك. ليش حابة تعرفي؟ هيك حابة يكون إلي أهل يعني. طب هاي عندك زوج؟ هاي عندك زوج؟ مش كتير مرتاحة. طب ليش ما كملتي دراستك؟ ما خلوني، كنت بعمل مشاكل في دار الحنان، راحوا نقلوني على الخمسة، نقل تأديبي. تضربي بوكس كنتي؟ لا. شو بتعملي مشاكل؟ يعني بغلب الإشراف، مش بس أنا، البنات هناك كلهم. إيه بس حكي لي شو كنتي تعملي مشاكل؟ كنت أكسر القزاز. أها. وأطلع من دار الحنان، أطلع بعدين أرجع. بعدين يكتبوا عني تقرير ويفرجوا الصبح للمديرة. المديرة يلا على الخمسة. يعني كنت تحاولي تهربي مثلا؟ مش اني اهرب، يعني من الزهق ما كانوا يطلعونا. بحكي لهم خلينا اطلع، ما برضوا. بعمل بكسر القزاز وبطلع منه، حتى يوميتها جابوا لي الشرطة. جابوا لك الشرطة؟ والشرطة شو عملت معك؟ ما عملوا شيء، حكوا للإشراف طلعوهم برا. ايوه. انت بتحبي الحريه يعني؟ ليه؟ هيك بحب اكون حريه، ما حدا يعني يخصبني عايشه ما بدي اياه. تيماء لا تقبل الظلم والهوان، لكن لا مخرج لها من هذا البيت ومن هذا المصير. تيماء، انه بيضربك زوجك يعني؟ ليه؟ بحكي لي البس اللبس طويل، انا ما بحب اللبس طويل. انا بحب هذا اللبس هيك على طبيعتي يعني. ما برضى البس زي ما بده هو، بضربني. فما بحب، بحبش حد يقصدنا اي شيء ما بدي اياه. كيفك مع الجيران؟ ما بتعامل معهم. ليه؟ بحب اكون وحيده، بحبش اتعامل مع الناس. طب انتم منين بتعيشوا؟ منين بتجيبوا مصاري؟ احنا الصحاب احمد بيجيبوا لي اكل من عندهم. وغير الاكل شو بيجيبوا لي؟ شو يعني؟ لبس. لا لبس انا من عندي من اول. من المركز يعني. وكان لابد لي من العوده الى قصتها مع زوجها المقعد. هيك وهيك. شو يعني هيك وهيك؟ فشيلي همك يعني، برتاح وما برتاح. شو اللي ما بيريحك؟ هيك انا مش متعوده ضلني قاعده في الديور، انا يعني المراكز احلى. مع البنات وزي هيك وروحات وطشات. ما بحب الجيزه. هناك جوزوني الخمسة عشان يخلصوا مني. هم اللي جوزوك؟ لا. طب ليش رضيتي انت؟ داري عشان اطلع من الزاق. طلعت من الزقة وجد عزاد. وليش مش مرتاحة كمان؟ بزعجك شي؟ بيشتمك؟ بيضربني. في الغالب لا يمنح مجهول النسب البطاقة الشخصية، وهذا يعني
عدم الحق بالعمل أو الدراسة الجامعية. المزيد عن أوضاع مجهولي النسب بعد الفاصل، انتظروني. ثمة صعوبات جمة في حياة مجهولي النسب من حيث إيجاد العمل والزواج والطلاق ونظرة المجتمع إليهم. أتساءل وأنا أسير في شوارع عمان، وما الضير من هذه المشكلة؟ ولماذا لا يمنح مجهولو النسب حقوقاً تؤمن لهم حياة كريمة؟ أنت في مجتمع يغرق بالكثير من المدائح لعاداته وتقاليده، لكنه لا يريد حتى التطرق إلى هذه القضية. اتجهت إلى منزل أحد مجهولي النسب، والمنزل هنا كلمة مجازية، لأنني عندما دخلته تأكدت أنه عبارة عن غرفة صغيرة لا أكثر، ولكم الحكم على ذلك. عمار قابع في غرفته بلا عمل. يعني لأنك مجهول النسب ما بيشغلوك؟ يعني بنظر أنا إني مجهول النسب، فيش الأهل، فيش لي حدا. زي هيك. بخافوا من إيش؟ بخافوا من إيش؟ يعني بخافوا نعملنا شغلة نسرق أو إشي أو نعمل زي هيك. سرقت أنت؟ لا. طيب إمتى عرفت أنك أنت مجهول النسب؟ لما صار عمري 18. طب وقبلها ما كنت تسأل وين أبوك وين أمك؟ كنت أسأل، ما حدا كان يقول لي. وبسبب حرمانه من الهوية الشخصية العادية دخل عمار السجن أكثر من مرة كما يؤكد. انحبست 4 سنين، بعد ما انحبست طلعت وظفت المركز السامي قعدت 3 سنين، بعد ما خلصت 3 سنين طلعت على المجتمع يعني، واشتغلت حداد فترة بعدين بطلت لأنه ما كانش، أو قعدت 2 سنين معيش هوية. يعني كنت يمسكون الشرطة نحبس عشان الهوية، ما كان معي هوية. وكيف كانت علاقتك مع رفقاتك؟ لا كويسة زي الإخوان. شو كنتوا تحكوا لبعض؟ يعني نحكي مشاكلنا، ليش إحنا زتونا ولوين إحنا راحوا بس. وزارة التنمية ما بتساعدنا بشيء. يعني صار لي حوالي 5 سنين قاعد بطارد عشان شغل وأسسوا لي الدار وعلى الفاضي. ما حد راضي يساعدني ولا بشيء. طب أنت كيف عايش هون؟ بالأجار؟ بالأجار بدفع 120 كل شهر. ومكسور علي أجار 4 شهور. طب وليش تزوجت طالما ما معك فلوس؟ عشان ما ظنيش هيك وحيد يعني، زي الضايع. وزوجتك كمان مجهولة النسب؟ زوجتي زي هيك ما لهاش حدا. شو بتحكوا لبعض حول قصة مجهولي النسب؟ أنت يعني وزوجتك؟ نحكي ليش هن عملوا فينا زي هيك وليش زتونا بس. ناقم على أهلك؟ نعم. ناقم على أهلك؟ يعني إذا شفت والدك شو بتقول له؟ شفت أبوي شو بقول له؟ ما بتعرف عليه. لأنه فيش أب زت ابنه هو صغير عمره شهر. طيب ولوالدتك شو بتقول لها؟ شو بدي أقول لها؟ الله يسامحها، شو بدي أقول لها يعني؟
ليش بايش غلطتي؟ غلطتي انا زتتني ليش؟ ظني قاعد في الدار. فيش عندي شغل، فيش عندي ايش. فيش الي اهل يروح عندهم يعني. ظني قاعد هون. يمكن ما لقيتهاش حل. لاني زقت وانا بدور على حل ما لقيت الا حل. يعني حتى الوزارة ربتنا ما لقت لنا حل. عم تسكر كل الدروب انت؟ لا مش انا اللي بسكرها، الناس اللي بتسكرها. لانه انا عاد ماخذ مش طالع بيدي شيء، مثلا زي ما الوزير بطلع بيدي، انا ما بطلعش بيدي ايش اسوي. صح ولا لا؟ بجوار عمار تعيش حمدة، وهي ايضا مجهولة النسب. فتاة في العشرين من عمرها، دون عمل، دون طعام احيانا، دون اقارب. تبحث ولا تجد حتى اللحظة أهلها. لم أخرج مما أسميته منزلاً. حمدة أيضاً نزيلة هنا ورفيقة لعمار وزوجته في جهلها وجهلهما للنسب. هنا في هذه الغرفة الصغيرة ثمة انتظار ولا شيء غير ذلك. باختصار تنتظر حمدة أن تصبح إنسانة كما تقول. كنت عايشة بميتة بعمري سنة، طلعت منه وعمري 18 سنة. طلعت روحت على صندوق الأمان للأيتام، درست عندهم بكلية القدس إدارة سياحة وفنادق، خلصتها وضلتني بالسكن اللي حطوني فيه. صارت معي مشكلة مع حارس السكن وطلعت من السكن. شو المشكلة مع حارس السكن؟ كنا أنا والبنات قاعدين أنا وصحباتي وما حبيت الوضع إنه كان قاعد معنا، بعدها تخوت عليه أنا وهاجة ضربني كف على وجهي، ضليتني طالعة من السكن. رحت أحكي لصندوق الأمان ما حدش وقف معي. يعني حاول يغتصبك؟ لا لا ما حاولش. شو عمل معك لك؟ بس عشان ضربني كف. بس ليش ضربك كف؟ عشان عاد اتخوت عليه انه ما يقعدش معانا. بس طلعت من السكن وضليتني اتمشى بالشارع، ما عرفت شلون بدي اروح. رنيت على اختي حنان، اختي حنان كانت باربد، رنيت عليها قلت لها انا هيك هيك هيك، اجت اخذتني من عمان من هون، رحت على اربد قعدت شهرين بسكن عند اختي. اختي كانت خاطبه وكانت بتجهز ببيتها وبيتها، وضلينا أنا وياها نتمشى بالشوارع، معرفناش وين نروح، نحكي قصصنا لبعض، وتعرضنا لأشياء كتير من الشباب. نمشي بالشوارع، اللي بده رقمي، اللي بده بيحكي لي تعي نامي معي، واللي بيحكي لي يلا ببلاش بخمسمية بأربعمية بخمس ليرات. لم تستطع حمدة الحصول على فرصة عمل حتى الآن. مرة رحت على فندق أنا وأختي حنان برضه إنه نروح نقدم، فبطلع على هويتي فبيحكوا لي ليش بادية ب2000. فقعدت احكي لهم انه احنا من الايتام، صار يحكوا لنا طيب ماشي استنوا علينا اسبوعين. بعدين ما رنوش، وكثير رحنا على محلات، كثير رحت على محلات بيسالوا لي عن اهلي وبيسالوني عن ابوي شو بيشتغل، عن امك شو بيشتغلوا، وانا ما بعرف شو بدي احكي، بنحرج كثير. وفي حاله حمده تضطر الى طرح أسئلة غير مناسبة لكنها ضرورية لرسم صورة متكاملة عنها. حاولتي تطلعي فلوس على طريق الرجال؟ والله بصراحة فكرت. بس ما عملتش. لكن من أين تعيش حمدة إذن؟ بس يكون معي مصاري بروح اكل، بكونش معي مصاري بضلي قاعده في البيت لا شغله ولا عمله. منين بتجيبي مصاري؟ برن على اخواني، برن على علاء الطيبه بحكي له انه هيك هيك هيك، برن على عمار بحكي له هيك هيك، برن على اخواتي الكبار. بس اذا ما معهم عادي بضلي قاعده في البيت. وبصعوبه بالغه وبحذر شديد تتحدث عن مسؤوليه الحكومه عن مجهولي النسب. ديوان الملك لازم يساعدونا، مش شايفين، والوزارة مش نضلنا مرميين بالشارع. هم ربونا بس
بعمر 18 يطلعونا، لا لازم يضلهم معنا. قد تعجز أحيانا عن إيجاد حل لهذه المشكلة الاجتماعية التي تتفاقم يوما بعد يوم، وتتساءل أين الدولة من كل ما يجري، خاصة وأنها تتحدث دائما عن حماية حقوق الإنسان. إلى اللقاء الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من حكايات مع أكرم خزام.